مشاهدينا ينضم الآن معي من أربيل مراسلنا علي زيتو. أهلا بك علي. علي نعم، تحية لك. طبعا قبل نعم نعم علي، هذه الحادثة الثانية اللي حريت تتكرر في المخيمات هناك، هل وضعتنا في التفاصيل في صورة أوضح؟ ما هي الأسباب؟ تمام. طبعا في الساعة السادسة من فجر اليوم اندلع حريق في مخيم هرشم الذي يقع ضمن محافظة أربيل. هذا المخيم يضم أهالي سنجار ويضم أيضا يعني مواطنين آخرين من أو نازحين آخرين من بقية المحافظات وخاصة من محافظة نينوى. وهنالك يعني الحريق اندلع في هذا المخيم. تسبب الحريق الذي هو اندلع بسبب تماس كهربائي بحسب إدارة المخيم، تسبب بحرق 5 كرفانات للنازحين، وهنالك ايضا محلات احترقت بسبب هذا الحريق. وايضا كما ترون الصوره امامي الان، فان يعني حجم الحريق في هذه الكرفانات هو كبير وتسبب بحرقها بشكل كامل، بحيث انها لم تعد صالحه للسكن. وعدد الكرفانات التي احترقت هي 5 كرفانات. هنالك ايضا يعني هذه الكرفانات تحتوي على محلات للاهالي وأيضا تحتوي على منازل يسكنون فيها. الآن سأحاول أن أتكلم مع أحد أصحاب هذه الكرفانات الذي هو من أهالي الموصل واحترقت كرفانته في هذا المكان. السلام عليكم. الله يعوضكم بالأول، بس يعني أعطيني التفاصيل عن سبب الحريق. والله هو التماس كهربائي عندنا وطني الساعة 5:30 الفجر، هذا الرئيسي شورت يعني يطفى ويعلق يطفى، ما مو ثابت، وشورت على الكرفان مثل البنزين وكله شادر ما شادر. فاخذ الساعه 5:30 الفجر اخذ احترق المحل، مالي هذا المحل، من اخذ اللي احترق المحل اجى على بيتي وعلى بيت الجيران، وخمس كرفانات ما طلع. بس يلا انا والدتي معاقه، يلا شلناها طلعنا على بيت اخوي. ايه العوائل الحمد لله ماكو حد متضرر من العوائل، بس والله الحاله الماديه صفر، احنا والجيران وما ضل كل شيء. من حاليا من المنظمات موجودين لتقديم المساعده لكم حتى الان؟ والله هي هسه ما اعرف، بس عندنا المنظمه الخيريه البرزاني جاء والله ضحك علينا وصور، وهذا جو منظماتهم وهم قنوات جاء وهم صورت الصبح وهم راحت. شكرا جزيلا، عوضكم الله. طبعا كما قلت يعني هذه ليست المرة الأولى الذي يتعرض بها هذا المخيم للحريق. أغلب الأسباب هي بسبب الكهرباء والمشاكل الموجودة في التيار الكهربائي. وأيضا يعني نعم علي لو سمحت، هل هناك أي تحقيقات أجريت من قبل السلطات أو الجهات الماسكة لتلك المنطقة؟ نعم، إدارة المخيم أعلنت بأنها بدأت تحقيقاتها حول الحادثة، ولكن السبب مبدئيا أعلنوا بأن السبب وراء الحادثة أو وراء الحريق هو تماس كهربائي، وأيضا الوصول المتأخر لسيارات الإسعاف لإطفاء الحريق. فهذه هي الأسباب الأولية. وأيضا كما قلت يعني تؤكد الجهات الماسكة لهذا المخيم والتي تدير المخيم بأن التحقيقات ما زالت مستمرة لمعرفة الأسباب الكاملة وراء ذلك. طيب علي، بالحديث عن الأوضاع الأمنية، هل من معلومات جديدة عن طبيعة القصف للطائرة المسيرة مجهولة الهوية؟ هل هناك أي معلومات؟
نعم، فيما يخص القصف طبعا يوم أمس في الساعة 9:10 استهدفت طائرة مسيرة سيارة لعناصر حزب العمال الكردستاني في منطقة دولي بالدسان التي هي تتبع إداريا لقضاء سوران في محافظة أربيل. جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان خرج ببيان تكلم فيه عن أن الحادثة حصلت القصف حصل بأربعة صواريخ من طائرة مسيرة مجهولة الهوية، هذا ما أكد عليه بيان جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان، وأكد بأن التحقيقات بدأت والتحقيقات ما زالت جارية لمعرفة الجهة أو الجهة التي هي قصفت هذه السيارة التي كانت تتبع لحزب العمال الكردستاني. طبعا حتى الآن بخصوص الأضرار البشرية وهل هنالك قتلى من حزب العمال الكردستاني، حتى الآن لم يتم تأكيد أي من هذه المعلومات، سواء في بيان جهاز مكافحة الإرهاب أو حتى عند الحزب لم يتم الإعلان أو الكشف عن يعني حيثيات هذه الحادثة، فقط ما تم الإعلان عنه بأن هذه السيارة تم استهدافها، لم يتم حتى الكشف عن عدد من كانوا يقلون هذه السيارة. ولكن جهاز مكافحة الإرهاب أعلن بأن هذه السيارة لعناصر حزب العمال دخلت من قضاء رانيا إلى قضاء سوران، أثناء دخولها إلى قضاء سوران تم استهدافها من قبل الطائرة المسيرة مجهولة الهوية. إذن مراسلنا من أربيل ومن مخيم هرشم علي زيتو، شكرا لانضمامك إلينا.